بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في الجزء الرابع والأخير من الكالر كوركشن. طبعا زي ما انتم شايفين انا بس حضرت سين بسرعة كده، عبارة عن مجرد موديل جاهز للطيارة، وحطيت خلفية للسين بتاعتي بحيث ان انا بس اشوف انا هقدر او الشكل بتاعي او الموديل بتاعي يبقى فين من الصورة. طبعا كل اللي عملته حاطط باك جراوند وحطيت عليها ماتيريال وكاميرا، تمام، وعملت كاميرا مابينج. دي انا كنت شرحتها في الدي في دي اللي نزل مع مجلة طريق الجرافيك العدد اللي قبل اللي فات. كل اللي انا بس عايز اوضحه ازاي نحط لايت وازاي ان احنا نخرج ريندر باسز من السينما عشان نستفيد بيها في الكالر كوريكشن في الافتر. يعني متهيألي كده ممكن الموضوع يطول شوية، فنتكلم عليها بس بطريقة مختصرة بالكالر فينس. مبدئيا انا عشان احط لايت اللي هيفيدني بس من وضع اللايت الشادوز، او ان انا اعمل شادوز على المجسم بتاعي بحيث اقدر استفيد منه. هو كده طالع فلات، مفيش اي شادوز عليه نهائي. عشان احط لايت هروح ل الاريا لايت. طبعا الديفولت هيبقى مقفول او بالشكل ده. في هقفل انا طبعا عشان ما اخسرش الزاويه دي، انا هقفل مسقط الكاميرا واحول للبرسبكتيف. اظبط الاريا لايت بتاعي ان هو يبقى فوق او عند الطياره بالشكل ده. ارجع هنا كده، اعتقد ان اتجاه الضوء جاي من الناحيه دي، لان اكتر حته بيضه هي الحتة دي، تمام. فممكن ان احنا نجيبه لكده شوية. ممكن ان احنا نكبر السكيل بتاعه بحيث يرمي شادو على مسافة اكبر. لو احنا عملنا روتيت هيعكس الظل في زاوية تانية. تعالوا الاول نفعل الشادو ماب ونعمل ريندر، هنلاقي يعني ظهر طبعا الشادو طلع لي على المجسم بالشكل ده كده. ممكن عشان لو مش عايزين الزاوية دي ممكن ان احنا نعكس الوضع شوية، نخلي الظل ما يبقاش منعكس على المجسم بطريقة مش لطيفة. ممكن نرفعه لفوق شوية بحيث يدي اضاءة اكتر. تمام بالشكل ده كده، جميل. طيب لو احنا رحنا في شادو، في الدنسيتي ممكن نقلل الدنسيتي بتاعت الشادوز شوية بحيث ما تبقاش يعني طاغية على المجسم بتاعي بشكل مش كويس. نحاول ان احنا بس نظبط الاضاءة. فعلا الاضاءة بعيدة شوية عنه. نشوف من توب، ممكن نحطها كده. نرجع للكاميرا فيو، يعني اعتقد انها كويسة الى حد ما، بس عايز ان انا برضو اطلع سبيكولر عشان برضو ما يعني مش عايز ان الضوء يلغي لي كل حاجة. انا محتاج السبيكولرز دي ومحتاج الهايلايتس دي، فعايز ان انا اطلعها من الضوء او من الاضاءة. ممكن ان انا اعمل كده فالضل يترمي في حتة تانية. ممكن اعمل كده بحيث ان انا اخليها ضربة في طيارة من فوق، يعني عمل لي فرق شوية في النص ده انا محتاجه. طيب بعد كده عشان ادي واقعية شوية للخامة اروح للخامة الرئيسية بتاع جسم الطيارة واروح للديفيوجن، تمام، واروح لتكتشر. بعد كده اخد افكتس واخد امبينت اوكلوجن. الامبينت اوكلوجن بيعمل لي زي عملية حرق في الحتت القريبة من الظل، فبيديني ما بيدينيش خامة فلات قوي كده. ممكن ازود المينيمم ريلينجز بحيث ان يبقى الحتة المركز فيها قوي مداها اكبر شوية، وبعد كده يبدأ ان هو يتلاشى.
هقول له مثلا خليها لي 50 وخلي لي الماكسيموم ب 150 مثلا. الاكيوراسي اللي الكفاءه بتاعته هنزلها شويه نخليها 60، والماكسيموم سامبلز نقللها شويه نخليها 64 عشان يعني الدنيا ما تتقلش. الكونتراست اللي هو التفاوت بين الفاتح والغامق هخليها وليكن 30. بعد كده اعمل اوكي وارجع احاول اعمل ريندر مره تانية. احط طبعا سكاي ورايت كليك سينما 4 دي تاجز كومبوزيتنج واقول له سين باي كاميرا مفيش، اروح ل افكتس واخد جلوبال الومينيشن واخليها لو مش محتاجه بالدرجة، واعمل ريندر واشوف الدنيا هتطلع معايا شكلها عامل ازاي. طبعا اللايت هنا او السكاي هنا يعني رفعت لي الدنيا شوية، فممكن ان انا اروح في الجلوبال الومينيشن واقول له الديفيوز ديبس او البرايمري انتنسيتي اقللها شوية اخليها مثلا 60 واعمل ريندر مرة تانية. ايوه بالظبط كده، بقى في بالانس بين زي ما انتم شايفين الهوايت، وبقى في بالانس بين الشادوز الى حد ما. لغاية كده الدنيا ماشية معانا كويس. طيب ما اكدبش عليكم، عشان نطلعها مظبوط لازم نطلع ريندر باسس، بس الموضوع كده هيكبر معانا قوي وهنتطرق ل حاجات تانية ملهاش علاقة بشغلنا. فالاحسن ان انا هروح على ان الاوبجكت رايت كليك سينما فور دي تاجز كومبوزيتنج، ودايما لما احب ان انا اعمل كلر كوركشن لمجسم معين اروح لاوبجكت بافر واعمل انيبل. اوبجكت بافر بيطلع لي الالفا مات او اللوما مات بتاعت المجسم ده، بحيث ان انا اقدر افصله عن الخلفيه او عن المجسمات اللي حواليه واقدر اعمل عليه ريندر لوحده. في حالتنا دي هروح ل اوتبوت او لسيف واعمل سيف للفايل في نيو فولدر وليكن هسميها مثلا 1 2 3 ايا كانت، واقول له سيف. طبعا ده الريجولار ايمجز اللي هي الايمجز العاديه. طيب المفروض ان انا هطلع من هنا الاوبجكت بافر ده. عشان اطلع الاوبجكت بافر ده هروح للمالتي باسز واقول له اوبجكت بافر، وهنا بمجرد ان انا بحط رقم البافر اللي هو 1 بيطلع الاوبجكت بافر رقم 1. طبعا انا اقدر اعمل 1 و2 و3 و4 واقدر ادبليكيت اوبجكت بافر بس اغير الجروب اي دي. طبعا اعلم على مالتي باس سيف، هلاقي فتح لي خانه جديده للمالتي باس نفس الموضوع وليكن هسميها ام اندرسكور عشان يديني الرقم بعد كده، واعمل سيف بالشكل ده. بالنسبه للصوره العاديه هطلعها طارجه وطبعا مع الفا تشانل، وبالنسبه للمالتي باس هطلعها يعني ممكن نطلعها طارجه برضو مش مشكله. تمام، ونعمل كلوز. طبعا هنروح بعد كده للريندر في البيكتشر فيور مش في الفيور. اعمل ريندر عشان يطلع لي كل صورة على حدة. تمام كده اداني الصور كلها في السيف. اقفل. تمام، ونروح لافتر افكت دبل كليك ونعمل امبورت للصور بتاعتنا من النيو فولدر، واخد اول حاجه عندي هناخد التلاته علشان اوري اقول لكم حاجه عشان نعمل نيو بروجكت عشان ما تبقاش الدنيا زحمه، وناخد التلات صور ونعمل اوبن. طبعا اتاكد ان مفيش سيكونس ونعمل اوبن. طبعا مش مشكله، اوكي اوكي مفيش مشاكل. طبعا فاضل الموفي بتاعنا، عملنا له امبورت وناخده نسحبه هنا في الكومبوزيشن ونسحب على طول معاه. في عندي خلي بالك بقى، في عندك ار جي بي اي اللي هي الصوره الاصليه، في عندك الاوبجكت اللي هو الاوبجكت بافر، في عندك التي اي اف تمام اللي هو الامبيانت، وعندك التي جي اي اللي هي الصوره العاديه. طبعا انا هاخد سواء ار جي بي اي او تي جي اي، الموضوع مش هيفرق لان الاثنين مالتي او مليونز اوف كالرز بلس ستريت، ودي نفس القصه بلس ستريت فمفيش فرق بين الاثنين.
هاخد ال تي جي اي احطها فوق الكومب بتاعتي بالشكل ده كده. طبعا اقدر ان انا طبعا هي طالعه بحجم غير حجم الكومبوزيشن. كان المفروض قبل ما اشتغل جوه السينما اظبط الاوت بوت 1248 في 702 معلومه، والا هضطر اعمل ريسايز زي ما هعمل هنا حالا. تمام، فهروح لسكيل وهسكيل الصوره بالشكل. طبعا هي مش قصتنا بقى قصه سكيل، لا قصتنا قصه ان اظبط لون دي مع الالوان بتاعه الصوره نفسها. اول حاجه انا عندي طريقه مختصره وعندي الطريقه الطويله شويه. الطريقه المختصره ان انا هقوم منزل ادجستمنت لير واحط عليها اللي هو الكالر فينس على الادجستمنت لير، وابدا اظبط من السمبليفايد. مش محتاجه بقى ان احنا نخش في تفاصيل معقده، ممكن ان انا اظبط الماستر تمام انها تكون ل يعني اورنج، ممكن اروح للشادوز كالعاده ممكن ان انا اعمل ريسيت لكله واروح للفول انترفيس عشان اعرف انهي بالظبط الطبقه اللي بتاثر لي على الموضوع كله. لو رحت لوما رينجز هلاقي ان الميد تونز هي فعلا هي اللي بتاثر على اللون ككل. طيب انا كده عرفت ماشي، اذا شغلي كله هيبقى على الميد تونز في الاول. الميد تونز قلنا رايحه ناحيه الايه، لا لا اسف، الهايلايت رايحه ناحيه هي على فكره هي ميد تونز هايلايت، يعني الاتنين اصلا قريبين من بعض جدا، فممكن ان انا اظبط ميد تونز او هايلايت الاثنين ما فيش فيهم مشكله. فهروح للميد تونز واطلعها ناحيه اللون الازرق المخضر شويه. نفس القصه في الهايلايت بالشكل ده كده، اهو بدات تاخد نفس الروح بتاعتها على فكره. الماستر كمان ممكن اوديها لجو يعني دافئ شويه بحس دول. الشادوز ممكن تروح للناحية دي. في ايه تاني؟ دي كده الطريقة المختصرة للموضوع. في بقى حاجة، اولا الساتوريشن بتاع الطيارة نفسها عالي قوي عن الصورة. يا اما هظبط الصورة يا اما هظبط المجسم اللي جاي لي من الثري دي. والله انت الاتنين عامة انا هظبطها على المجسم اللي جاي من الثري دي. هروح اشيل بقى الادجستمنت مش عايزها واروح للكالر فينس واحطه على الصوره بالشكل ده كده او على المجسم بالمنظر ده. مبدئيا انا عايز اروح لفول انترفيس وعايز السورس هجيبه كده بالمنظر ده. بعد كده انا مبدئيا عايز اروح لليفلز طالما هتعامل مع برايتنس وهتعامل مع داركن. ممكن نروح ل دي تحت قوي مش مستاهله. ممكن نروح شفته في الواي ار جي بي كله على الاصفار. ممكن اروح للليفلز طبعا نشوف الليفلز عامله ازاي، او ممكن طب الفيكتور سكوب متهيألي أنسب حاجة نعملها بيها هي الواي ار جي بي. طيب هنروح على الار جي بي وهطلع كل الماستر بيدستول لفوق الشجرة. طب ريزلت صحيح ده انا مش شايف الريزلت. تمام ننزل تحت شوية كده بالشكل ده. تمام ونروح ل الهيو ساتوريشن للماستر هيو ساتوريشن واخد الساتوريشن يعني خدها لتحت شوية. ممكن ان احنا نيجي بعد كده
قام طالع عملت اوكي. قام طالع مظبوطه مع الصوره. فاضل بس ان الهايلايتس تاخد اللون ده. لو انا رحت بقى للسمبليفايد، طيب تعالوا بقى نحللها واحده واحده. الميد تونز هنا واخده يعني لون البرتقالي، الهايلايتس واخده الى حد ما الاخضر المزرقي، يبقى احنا نظبط هنا نفس الموضوع. تعال على طبعا الماستر رايحه للون او فيها صبغه زرقاء مخضره، يبقى هنروح لهنا كده مش قوي يعني بالشكل ده. الميد تونز رايحه في الناحيه دي شويه ناحيه الورم كولر، تمام طبعا، بس انا عايز اكبر ب 100%، بس اشيل دي عشان تجيب لي وليكن يعني اي حته من الاتنين مع بعض، ده مثلا كده مظبوط ماشي. بعد كده نروح للهايلايتس، الهايلايتس رايحه هنا ناحية الأزرق المخضر، أعتقد شفته بدأت تاخد من الصورة نفسها. الشادوز رايحة ناحية هنا برضو بالشكل ده كده. كده زي ما انتم شايفين الدنيا واخدة من بعضها شوية. ممكن كإضافة انك انت ممكن تحط هنا التنت ممكن تحطه هنا، تمام ماشي بالشكل ده، بس انت تشوف ادالك ابيض واسود. كل اللي انت عليك تعمله بس انك انت تقلل نسبة الاماونت اوف تنت بالشكل ده كده. اصبح كده الطيارة دي كأنها بالظبط جوه السين بتاعتنا، طبعا مع اضافة شوية يعني ممكن نحط هنا كمان تنت ونقلل نسبة الدمج شوية، فيبان ان الاتنين في سين واحدة بالشكل ده. اصبح كده الهيو ساتوريشن اللي كانت طالعة او ساتوريشنز اللي كانت طالعة من السينما 4 دي قلت خالص. نقدر ان احنا على فكرة نيجي للكالر فينس، انا افضل ان احنا نحط تنت فوق الكالر فينس عشان ما نفقدش الديتيلز بتاعت الالوان. ممكن ان احنا نيجي في الكيرفس شويه و يعني نسحب منها اللون، نفتحه شويه كده ونغمقه حبه في الشادوز بالشكل ده كده. اعتقد كده يظهر ان الاتنين يعتبروا في سين واحده. زي ما قلت احنا بنتكلم في الهايلايتس، بنتكلم في الميدتونز، بنتكلم في الشادوز. ده بالنسبة لأي مجسم جاي من الثري دي رايح على فيديو. والله ان كنت انا بفضل ان احنا او ان انت تعمل كرر كوريكشن للفيديو بتاعك الاول وتظبطه خالص، بعد كده هات له بقى مجسم الثري دي واعمل الكرر كوريكشن بتاعك على الفيديو الصح بعد ما تعمل له كرر كوريكشن. اتمنى يا رب تكون او يكون الجزء الرابع السريع ده افادكم، وان شاء الله اشوفكم في دروس تانية اكتر قوة باذن الله. كان معكم مهندس احمد عبد الرحمن رياض، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.